كمان في المناقشات اللي تمت في المائدة المستديرة حول مستقبل التكنولوجيا والتحول الرقمي ما بعد الجائحة، كان في مشاركة الحقيقة مهمة جدا لأنا هيتا مقدم، دي مؤسسة نيورال بنجز. تعالوا نشوف اللقاء معها. كانت هناك مائدة مستديرة تتحدث عن تكنولوجيا المستقبل والتحول العالمي من خلال الحقبة الرقمية. About robots. أعتقد أن الروبوتات يمكن أن تكون مفيدة بشكل كبير وتؤدي الكثير من المهام والتي قد لا يرغب البشر في القيام بها، ويمكن أيضا أن تكون مصدر سعادة، حيث التقيت هنا أحد هذه الروبوتات. وجهة نظري أننا إن أردنا أن نقوم برقمنة مصر والعالم كله فإننا يجب أن نعد أجيال قادمة لكي يكتسبوا المهارات اللازمة لتلك الحقبة الرقمية. وأرى أيضا أنه بنفس الأهمية يجب أن نكسب الأجيال القادمة مهارات إنسانية لكي يتعلموا كيف يمكن أن يبحروا في هذا العالم المعقد، كيف يمكن أيضا أن يكونوا مواطنين سعداء. وأعتقد أنه كلما كنا سعداء استطعنا أن نتخذ قرارات أفضل، وهذا ما كنت أركز عليه، وشكرا.